نور لسه ما خلصت دوش، لازم ازين واروح اشوف ليلى يا معوده. ليلى منو ها؟ مو البارحه عرفتك عليها، لك حبيبتي هاي. ها ها تذكرت، هسه راح انشف شعري واطلع. لك صح كلام ليلى والله، لك هاي طلعت فطيره كلش، بعدني حتى وجهي مو مغسله. اوف، وهذا من الصباحيات. ليلى صباح الخير حبيبي، يلا حضر نفسك. من اجيت اشتريت معجنات حاره بالطريق، خلينا نروح نتريق سويه بالبارك، الجو كلش حلو. منو اجى روحي؟ اني لعبت نفسي وشبعت، بالعافيه عليكم. ليلى دقيقه، ليلى ليش راحت هاي وتسالينها منور وتسالينها؟ عجبك اللي سويتي؟ ليش انا ايش سويت ها؟ اخويا ممنوع. يلا استاذ عدنان، يلا يلا عيني العد، يلا تفضلي ست. ليلى نور تريد تحكي وياك بموضوع. ما عندي اي حكي وياكم، امشوا روحوا. ليلى عافية اسمعي، بس اسمعي شوية. اي ست نور احكي، شو تقولين؟ ليلى صدقيني ماكو شي بيناتنا، احلف لك ما صار شي بيني وبين طاهر. اوه شلون صدفة حلوة، تراني ما عندي شي ويا طاهر ابد. دا احكي الصدق، الموضوع مو مثل ما انت تفكرين. انا البارحة بالليل تعاركت ويا امي تمام، ورحت يم طاهر لان ما عندي مكان اروح عليه، بس هيك هذا اللي صار. واذا تحبين تعرفين اقول لك نامت على القنفة. اي صدقي تمام، اعرف اني غلطت الصبح، فتت اخذت دوش وافطر بالبرنس بالبيت، بس اكيد طاهر يعرفني اني فطيره وعلى نياتي، وارجوك صدقيني ما متقصده باللي صار. اي كلش زين اعرف. منون لما تغراضها هسه حتى اوصلها على البيت. اي انا اعتذر كلش على المشكله اللي صارت بسببي ليلى، صدقيني ان شاء الله ما تنعاد. والله وعد احلف لك بعد ما اخابر طاهر ابد. يعني ما تريقنا. على الاقل نطلع نتعشى. راح أفكر.